السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني، اخباركم ايه؟ دلوقتي مع السحر، وعايز السحر طبعا تعبنا من الروتين اليومي، جبنة فول حلاوة بيض، فقلت النهاردة كان عندي كسكسي في التلاجة وقلت اغير، وكان عندي فول سوداني، شوية فول سوداني كده قشرتهم وحطيتهم عليه على الكسكسي. طبعا كسكسي باللبن ده يعني حاجة مفيش حد ما بيحبهاش، حاجة جميلة طبعا، يعني قليل أوي لو حد بيسحر بالكلام ده، بس طبعا تكرار الشيء بيخلي الواحد يزهق، فقلت أغير النهاردة، عملت كسكسي وحطيت طبعا سكر على الوش، سكر عادي، بسم الله الرحمن الرحيم، أدي اللبن على الوش أهو كده زي ما انتوا شايفين، بس حبة كسكسي بقى بالصلاة على النبي ما شاء الله. قلب، ادي السودان يا جماعة زي ما انتوا شايفين، ادي بقى الكسكسي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بتحط معلقة سمنة، طبعا السمنة كتير مش مطلوبة، يعني ايه ما بتبقاش حلوة لو عندك حتة زبدة بلدي، سمنة بلدي او بقري بتبقى جميلة. طبعا شوية كسكسي، بسم الله ما شاء الله، خطير الفول السوداني في الكسكسي. ودي كانت حلقتنا، دمتم في حفظ الله وأمنه، وتصبحوا على خير.